ومن السيرة النبوية نأخذ منها تنمية المهارات لدى المتربي. جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء أسرى بدر الذين لا يستطيعون الفداء بالمال لأنهم لا يملكون المال أن يعلموا 10 من المسلمين القراءة والكتابة إن كانوا يحسنون القراءة والكتابة. مهارات، النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتنمية المهارات العلم. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بزيد بن ثابت في السنة الرابعة للهجرة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحفظ 12 سورة من القرآن الكريم، فرح النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يذهب ويتعلم لغة اليهود ويتمكن من الكتابة بهذه اللغة. ذهب زيد بن ثابت وتعلم لغة اليهود في أيام معدودة، وبالفعل استطاع أن يكاتبهم بها ويترجم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكتبونه له. مهارات، اهتموا بتنمية مهارات أبنائكم، فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لغات وغيرها. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.